لما كنا نحكي عن السيستمز بشكل عام اي سيستم او اي بلانت كنا ندخل عليها انواع مختلفه من الانبوتس اللي احنا ركزنا عليها بشكل رئيسي هي ستيب فانكشن. فلما نحكي مثلا عندي هون اكس اوف تي او لابلاس ترانسفورم تبع اكس اوف اس وهون عندي واي اوف تي لابلاس ترانسفورم تبع واي اوف اس فعندي هون سيستم جي اوف اس اللي هو ترانسفير فانكشن. هذا السيستم ممكن ادخل عدد انواع مختلفه من الانبوتس. الانبوت اللي احنا ركزنا عليه حكينا عنه هو ستيب فانكشن. وستيب فانكشن تعريفها ستيب فانكشن يو اوف تي تعريفها انه فتي ليس ذان زيرو قيمتها زيرو وتي مور ذان اور ايكوال تو زيرو قيمتها واحد. مضبوط؟ وإذا بضربها بضربها بخمسة بضربها بستة بضربها بعشرة بنضرب هذا الرقم الزيرو بضل زيرو وواحد بصير خمسة أو ستة أو عشرة. هذا بالنسبة للستيب فانكشن. وشكل الستيب فانكشن صح إنه ما إلها وجود من ماينس انفينيتي لزيرو وبصير لها قيمة ومن ارتفاعها واحد. أظن يمكن أصح أقل من أو زيرو زيرو واحد. إذن عند زيرو بلس بصير قيمة واحد. لكن في فانكشنز ثانية ممكن أدخلها على السيستم. طبعاً فيزيكلي معناها هاي كأنه في سويتش كأني بسكر السويتش. نعم. كأنه عندي شيء أون أوف وعند تايم زيرو التايم زيرو بكبس هذا السويتش بشغله أو بطفيه. لكن ممكن يكون عندي أنواع أخرى من الفانكشنز. أحد الفانكشنز المهمة اللي بتهمنا اسمها إمبلس فانكشن. والإمبلس فانكشن at time zero عندي هون سهم كأني بضرب ضربة. عارف أشبه شيء بالإمبلس فانكشن لو إحنا جبنا إزميل وجبنا شاكوش حطينا الإزميل على مثلا جهاز جير بوكس وبالشاكوش مسكت الشاكوش وضربت ضربة سريعة جدا ما طول فيها بس ضربت ضربة وشلت. شو بكون كأني حطيت طاقة في هذا السيستم عالية جدا بس لفترة قصيرة جدا. فالإمبلس فانكشن إذا بدي أرسمها بشكل أدق برسمها بالشكل التالي. يونت إمبلس فانكشن الرمز تبعها دلتا تي عرضها صغير جدا نظريا بيساوي زيرو ارتفاعها عالي جدا نظريا بيساوي انفينيتي حاصل ضرب عرضها وارتفاعها بيساوي واحد. يعني خلينا نرسمها بشكل اوضح شوي عشان نفهم مش رح نقدر نفهم زيرو انفينيتي ما لهاش معنى اني اضرب زيرو انفينيتي مش هيك لكن بقدر اضرب رقم كبير جدا في رقم صغير جدا. يعني مثلا خلينا افترض انه هاي ارتفاعها من هون خلينا نفترض انها فورس انها نيوتنز وحدتها نيوتنز مثلا هون الحاله هاي كانها هاي هون اف اوف تي ان نيوتنز راح افترض ان ارتفاعها 100 نيوتن او 1000 نيوتن فكانه هذا مستطيل عالي جدا ارتفاعه 1000 نيوتن. هلا حتى يصير حاصل ضربه مع الزمن واحد ايش قديش لازم الفتره الزمنيه اللي ضل شغ موجود فيها؟ ملي سكند. فهذه هون 0.001 سكند. هلا هون ممكن افهمها مش هيك؟ انفينيتي وزيرو ما لهم معنى بس هذول لها معنى. شو معناها هاي؟ اني جبت الازمير وضربت عليه الشاكوش على الجهاز لفتره مقدارها قديش ضل ماسك فيه او ضارب عليه؟ 1 ملي سكند. بس قديش كانت القوه خلال الفتره هاي؟ كان وحاصل ضرب هذول الاثنين قديش؟ واحد. اوكي ماشي. خلينا نفكر فيها بطريقه ثانيه. ممكن انا كان لا اعمل اشد كمان اضرب اشد اكثر بس لفتره زمنيه اقل فكان هذا ممكن كان يكون ارتفاعه مش تو سكيل طبعا هذه لا العرض ولا الارتفاع تو سكيل بس حتى اوضح الفكره كان ممكن هذا العرض يكون مش ملي سكند مايكرو سكند 0.001 سكند او 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 سكند او 1 مايكرو سكند بس لانه الفتره الزمنيه اقل بكثير قديش لازم يكون لها الارتفاع؟ بيكون مش 1 كيلو نيوتن بيكون 1 ميجا نيوتن او مليون نيوتن 1 تايمز 10 تو ذا 6 نيوتن. تخيل الضربة هاي تعطيني فورس مقدارها 1 ميجا نيوتن
مليون نيوتن، بس الفتره الزمنيه اللي عادها قديش؟ واحد مايكرو سكند، اوكي؟ وكان ممكن يكون اقل، كان ممكن احط 10. هلا هاي بنسميها امبلس، وهلا صارت فيزيكاليين مش هيك؟ هلا الليمت لما الفتره الزمنيه هاي تصغر كثير توصل زيرو، شو لازم الارتفاع يوصل؟ نظريا احنا ما بنقدرش نفهمها، بس هاي نظريا رح توصل انفينيتي. فالامبلس هاي اللي نرسمها هون الاريا تبعتها بتساوي قديش؟ واحد، يعني هي دلتا في الويدث تبعها او الديوريشن شو بيساوي؟ زيرو سكندز. والهايت تبعها او الامبليتيود ماجنتيود تبعها شو بيساوي؟ في انفينيتي. فيزيكلي ما بقدر ابني شيء زي هيك، بس عشان اقول انه هاي كل ما زغرت من هون وارتفعت برموزها بالرمز، يعني هذا السهم كانه ايش بقول لك؟ بقول له انه هذا رايح على الانفينيتي. هذا هو تعريف الامبلس. اللابلاس ترانسفورم تبع الامبلس بيساوي واحد، مش واحد على اس، مين اللي كان واحد على اس؟ يو اوف تي. الامبلس لا دلتا اوف تي اللابلاس ترانسفورم تبعها بيساوي واحد. اذا هي ات تايم زيرو بيجي عندي شوك ضربه قويه جدا او قيمه كبيره جدا، لكن الديوريشن تبعها صغيره جدا. هذه عباره عن امبلس. تذكر دائما الزيرو والشك مش نعرفه. طيب بس دائما زيرو في انفينيتي بيساوي واحد. لا لا هو undefined. أنا بدنا نقول دقيقيا زيرو في infinity undefined، لكن احنا بنقول الليمت تبعه. انت لاحظ لو كملت النهايه شو كان ممكن اعمل الان؟ ايش اعملها هاي؟ 1 تايمز 10 تو ذا ماينس مضبوط؟ وهي قديش بتصير؟ 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 9. هاي بتصير 1 تايمز 10 تو ذا 12. هذه 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 12. احنا هذا العمل بنحاول نعبر عنه، بدل ما انا اقول لك 1 تايمز 10 تو ذا ماينس، عم بقول لك انه في شيء الديوريشن تبعته صغيره جدا وارتفاعه عالي جدا. حاصل ضرب الرقمين هذول واحد، بس هذا ما بيعني انه زيرو تايمز انفينيتي بتساوي واحد، لانه انفينيتي انديفايند فعليا. يعني واحد على انفينيتي مش دائما زيرو. لا لا اتس انديفايند. واحد على زيرو كمان انديفايند. بس احنا بنقول انه الليمت، احنا عمالنا بنعبر انه الليمت تبع هذا الفانكشن، عمالي بحاول انا بدل ما اضل احكي لك كل الحكي هذا اللي حكيته هون انه العرض تبعها عم تصغر كثير، هي الليمت تبعها بضل هذا يصغر لا يوصل زيرو، هذا بيوصل انفينيتي. بس احنا في فعليا في الواقع رح يكون عندي شيء فيزيكي ثلاثة رئيسه. يعني لو انت جبت جهاز مش تقدر تقيس الفورس الضربه تاع هذا الجهاز، تقيس قيمتها والديوريشن تبعتها بامكانك. اللي عندك انت بس انه ضوئي ولا في شيء ضوئي؟ عفوا ايش؟ يكون ضوئي على الضوء. تقيس القياس يعني تعمله؟ ممكن تقيس، ممكن في اجهزه، يعني في سيستم تقدر تقيس لي بالمايكرو سكند والنانو سكند. بامكاني احط انا سنسر يقيس الاشياء هاي واعطيني بالضبط قديش كانت القيمه. بس احنا حتى نختصر كل هذا الكلام طلعنا فانكشن اسمها الدلتا تي، الدلتا تي بتعبر لي انه في شيء الديوريشن كانت تبعته قصيره جدا وارتفاعه عالي جدا صار لحظه. هذه على فكره مطبق الدلتا تي لها تطبيق في كثير من هذول اللي بيحاول يفهم الاجهزه. في مهندسين متخصص بيعرف الجير بوكس هذا شو المشكله اللي فيه مثلا. احد الاشياء بيعملها بجيب نفسه بحط ابنه على الجهاز وبجيب زميل وبضرب بالشاكوش وبسمع الرنين اللي بصير، فكانه هو دخل على السيستم دلتا تي، ومنها بيقدر يبدا يشخص يفهم السيستم شو ماله، ايش المشكله بالسيستم. ماشي، في اسئله على الدلتا تي؟ هي كونسبت صعب شوي بس هاي الفكره تبعته. اذا تذكرت هذا المثال اللي انا اعطيتك اياه على الشاكوش والازميل بتفهم الفكره تبعته.